يوم صباح حلو يا الورد، رب ان شاء الله. دايما الويك اند كده بيبقى مليان طاقه وتحس بنفصل ان انت فيه عامله شوية. حاجات كتير. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدانا يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدر بلد. هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10. عندنا مواضيع كتيره مختلفه ومتنوعه ان شاء الله هتعجبكم. بس دايما بنحب نفكركم تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا اللي بتظهر اسفل الشاشه. بنستنى جدا تكونوا دايما متواصلين معانا. هنبتدي النهارده يا داليا بعنوان كبير مهم وحقيقي جدا، مصر في قلب الاتحاد الأوروبي. عنوان لو بيكشف فهو بيكشف حجم التقدير للدولة المصرية من دول أوروبا المختلفة، واللي بيترجم من خلال الزيارات المتبادلة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الدول الأوروبية. زي ما احنا متابعين مع حضراتكم ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بزياره هامه جدا للعاصمه البلجيكيه بروكسل للمشاركه في الدوره السادسه لقمه الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي. مشاركه لو هنوصفها هنقول انها بتؤكد على قوه مصر الفاعله في منطقه الشرق الاوسط وقاره افريقيا، ودورها المحوري الهام في تحقيق الأمان للقارة السمراء. القمة المفروض إن شاء الله هتبدأ النهاردة الخميس 17 فبراير وهتنتهي بكرة الجمعة 18 فبراير. لكن كالعادة قبل القمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى العديد من اللقاءات الهامة منذ وصوله للعاصمة البلجيكية بروكسل، منها اللقاء المهم امبارح مع الملك فيليب ملك بلجيكا بمقر القصر الملكي بالعاصمة بروكسل، واللي أشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة اللي بتجمع بين البلدين الصديقين على المستوى الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تنميتها في كل المجالات خاصة في ظل الطفرة التنموية الملموسة اللي بتشهدها مصر في الوقت الحالي. كمان أشاد الملك فيليب بالدور المحوري اللي بتقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي. فأكيد زيارة هامة وبتشمل العديد من الرسائل الهامة داليا. عايزة أقول لك كمان يا هند إن العلاقات بين مصر وبلجيكا ليها طابع خاص جداً، علاقات طويلة وممتدة منذ عهد محمد علي بين مصر وبلجيكا اللي بتقع في قلب أوروبا. الحقيقة أن العلاقة دي توجد بالكثير من التعاون في كل المجالات، بنتكلم عن السياسة والثقافة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. يكفي أننا نقول أن عام 2005 احتفلت مصر وبلجيكا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لواحد ونص مليار يورو، بالإضافة إلى أن بلجيكا بتعد من أهم المستثمرين في قطاع السياحة بمصر اللي بتعتبر من أفضل خمس وجهات للسائح البلجيكي على مستوى العالم. أيضا امبارح التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وتناول اللقاء العديد من القضايا الإقليمية الهامة زي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأيضا كمان عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لقاء موسع مع رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية اللي ليها الحقيقة أنشطة واستثمارات في مصر في مختلف المجالات. يعني نقدر نقول كده إن يعني اللقاء ده امبارح كان مهم جدا ونتج عنه كمان حاجات مهمة قوي. ودايما كده يا رب نلاقي علاقات مصر بكل الدول قوية دايما يهم. أكيد يا داليا، والعلاقات دلوقتي الخارجية مع كل دول العالم حقيقي فعلا هي علاقات كتير الحمد لله. تدرس صح. تدرس فعلا. طيب أكيد هنتابع مع حضراتكم فعاليات هذه القمة المهمة النهاردة على مدار اليوم وبكرة إن شاء الله كمان بالتفصيل. خلينا دلوقتي نقول لحضراتكم بقى فقراتنا إيه كالمعتاد. هنبدأ مع حضراتكم بقراءة لأبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، هيكون معانا فيها مع زميلتنا فاتن الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم. فقرتنا الثانية كمان فقرة مهمة جدا، هتكون لقاء مهم مع دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمستشار ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا. لقاء هيكون مهم مليان بالموضوعات المهمة حول الإنجازات اللي اتحققت في
في ملف الاقتصاد خلال السنوات الماضية. أما فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهيكون معنا فيها الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. ده كان استعراض سريع لأهم ملامح وفقرات يومنا. خلينا دلوقتي نبدأ معاكم بقى حلقتنا ونشوف يا ترى إيه آخر أخبار حالة الجو. خلينا بقى نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة أخبارها إيه، خصوصا إن احنا بدأنا نحس شوية إن الجو بيتحسن. فخليني أقول لحضراتكم إن بتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وخليني أقول لحضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة إيه إن شاء الله. هنبدأ أولا بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 18-11، الإسماعيلية 20-10، الدقهلية 20-10، الغردقة 24-16، أما المنيا 20-7. خلينا كمان نطمن حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة لبعض العواصم العالمية، ونبدأ أولا بالرياض العظمى 24 والصغرى 11، أبو ظبي 22-19، أنقرة 8-1، لندن 11-7، أما واشنطن 20-10، وبكين سجلت 3-7. طيب بعد ما عرفنا حالة الجو خلينا دلوقتي بقى نتعرف على أسعار العملات والذهب يا ترى في ارتفاع انخفاض ثبات، ده اللي هنعرفه دلوقتي. والبداية مع أسعار العملات وسعر الدولار الأمريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 15.64 جنيه، أما للبيع 15.74 جنيه، اليورو بيسجل للشراء 17.74 جنيه، أما للبيع 17.93 جنيه، الجنيه الاسترليني يسجل للشراء النهاردة 21.15، أما للبيع 21.37، الريال السعودي يسجل لي الشراء 4.18، أما للبيع 4.19. أخيرا بالنسبة لأسعار العملات، الدينار الكويتي يسجل لي الشراء 49.69، أما للبيع 52.04. تعالوا بقى دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على أسعار الذهب، والبداية مع عيار 18 اللي بيسجل النهاردة 694 جنيه، أما عيار 21 فاستقر عند 810 جنيه، عيار 24 بيسجل النهارده 926 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب بيسجل النهارده 6480 جنيه. العالم دايما مليان بالاحداث المختلفه، بنحب ناخدكم كده في جوله مختلفه في اماكن كتير جدا. والنهارده هنشوف بدايه العام القمري في تايبيا ومزاد لوحات تشرشل في لندن وغيرها اكيد من الفيديوهات الحلوه جدا اللي هتستمتعوا بيها معانا النهارده في جولتنا حول العالم. دايما بنقول مفيش اغلى من الصحه، وعشان نحافظ على صحتنا محتاجين ان احنا ننظم نومنا، ناكل كويس، وكمان نلعب رياضه. فخلينا دلوقتي نبدا مع حضراتكم يومنا كده بشويه تمارين رياضيه خفيفه على الصبح. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين تقويه لعضلات الظهر. جايبه معايا النهارده دمبلز دي ممكن قلنا نعوضها بازازتين رمل او ازازتين ميه في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل اي تمرين، لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب انا ممكن كمان انزل امشي الصبح، انزل او اعمل مشي في مكاني، نعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعه في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي انا ماسكاه ان هو يبقى مقاومه معايا. طب هبتدي معاكم بأول تمرين، الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، حميل بظهري لقدام، انا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الامان، رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد، هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما ادوروش، كل الناس عندها الفتره من قاعده في البيت وقله التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر،
التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك او نص الظهر. تاني تمرين هاخد ايد وايد ايد وايد لورا. بعد كده تالت تمرين ايدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجة وهنزل 90 درجة وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق. هنزل همسح بالوزن او بالازازة اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنية، من وضعي ده هفرد ايدي لفوق وانزل تاني، افرد ايدي لفوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. اول واحد تمرين الرو، ايديا مفروده قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا. اهم حاجه اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض، نحس ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد، ممكن الرجل اللي ناحيه الجنب اللي انا شغالاه الجنب اليمين اهو استخدم ايد واحده، اسند على رجل واحده وانزل ده للظهر الجانبي من الجنب، العضله الكبيره اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا، كوعي 90 درجه بيطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعده على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي باصه لقدام وظهري مفروض، محدش يدور ظهري، لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري انزل لحد هنا. هنزل واطلع تاني، الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده، بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع. كده انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات. ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا، ما ينفعش اقف فجاه خاصه لو ضربات القلب عاليه. نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها وصباح الخير عليكم. نبدأ بقى أخبارنا مع الأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، والبداية طبعا من التقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الملك فيليب ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات خاصة في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها مصر. كما أشاد الملك فيليب بالدور المحوري الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي. الزيارة دي الأولى لبلجيكا للرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركة كمان في القمة الأوروبية الإفريقية، والعنوان بتاع القمة قارة إفريقيا وأوروبا، مشاركة في التنمية المستدامة ل 2030، واللي كانت بدايتها في مصر، أول دورة كانت في مصر سنة 2000. بس الدور الحقيقة المصري دائما ما يلقى الإشادة من الشركاء الأوروبيين في زيارات الرئيس المختلفة، دائما بيبقى مصر كده في الحسابات. ده صحيح. عايز اقول حاجه هنا، في يعني اولا هي زياره مهمه وزياره تاريخيه للرئيس في الاتحاد الاوروبي، وليها الحقيقه تداعيات على المستوى الدولي والعلاقات مصر الخارجيه. لكن عايز اكد ان عندما تستقر الدوله وعندما يقوى بنيانها السياسي وبنيانها الاقتصادي بتصبح دوله ذات نفوذ. صحيح. بتحظى وبتكون محط اهتمام واحترام من كل دول العالم. العالم الاخر بينظر اليها على انها دوله شريك اساسي في كثير من القضايا المطروحه. الحقيقه ده هو اللي بيحصل مع مصر في الوقت الراهن، في استقرار داخلي قوي، في تعاظم وقوه في البنيان السياسي، في تعاظم وقوه في البنيان الاقتصادي. كل ده جعل من مصر محط اهتمام واحترام من كل دول العالم، ليس في اوروبا فقط ولكن في كل المحيط الدولي، وده الحقيقه بيزيد
من عظم ومكانة مصر الخارجية. الحقيقة في مكانة دولية كبيرة، في توازن في العلاقات الخارجية لمصر، في دور مؤثر وقدرة على أن تكون مصر لاعب أساسي ومحرك أساسي في كثير من القضايا والمطروحة على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. في توافق كمان في المواقف بين أوروبا وبين مصر في التعاطي والتعامل مع مثل هذه القضايا المطروحة. في احترام أو في قدرة على الحفاظ على التوازن بما يحفظ لمصر سيادتها واستقلاليتها وسيادتها على قرارها الوطني وقرارها الداخلي دون تدخل أو دون مساس بسيادتنا الداخلية. أنا عايز أقول أن العلاقات اللي أن في قاعدة مهمة بتنطلق منها مصر في علاقاتها مع العالم الخارجي. اسمحي لي ان انا اسميها دستور الدبلوماسيه المصريه. صحيح. دستور الدبلوماسيه المصريه ده ليها عدد من المواد، هذه المواد بترتكن على ان لا شروط مسبقه في اقامه اي علاقات خارجيه مع اي دوله. هذا الدستور بيرتكن على ان ضروره الاحترام المتبادل والمصالح المشتركه. هذا الدستور أيضا بيرتكز على مادة مهمة هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. ده دستور الدبلوماسية المصرية. هذا الدستور اللي عايز يتعامل معانا هذا الأساس بيتعامل معانا بيه. صحيح. اللي مش عايز هو حر. إذا مصر وضعت إطار عام للتعامل مع العالم الخارجي يحفظ لها سيادتها واستقلالية قرارها الوطني بما يمنع التدخل في شؤونها. الحقيقة هذا الأمر زاد من مكانة مصر الخارجية. والحقيقة هذا الدور الخارجي لمصر بدأ يتعظم يوم بعد يوم. يعني كان في زيارة في مطلع الأسبوع الحالي قام بها وزير الخارجية الألماني إلى مصر. صحيح. والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقى بوزير الخارجية سيادة السفير سامح شكري، وعمل مؤتمر صحفي. قال في جملة مهمة الحقيقة لازم نتوقف عندها، قال إن مصر شريك أساسي ومهم لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الكلام ده ما بيقولش كده، ده الكلام ده بيقوله لأنه شايف أن مصر أصبحت لها دور مؤثر في المحيط الإقليمي ولاعب أساسي وقادرة على تحريك كثير من الملفات، قادرة على إيجاد حلول لكثير من القضايا. لأن الحقيقة الدور المصري هو دور محايد، دور ينطلق من المصلحة العامة دون النظر لأي اعتبارات أخرى. صحيح. كان في كمان تصريح أنا قريته من يومين لسفير بلغاريا في القاهرة من خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشاد فيه برضو بالدور المصري وقدرة مصر على أن تكون لها دور مؤثر في قضايا مهمة في المنطقة زي قضية الهجرة غير الشرعية، زي قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، زي قضية الأزمة الليبية، زي قضية الوضع في فلسطين وغزة. عشان كده لما بشوف موقف الملك فيليب وتصريحات الملك فيليب ملك بلجيكا خلال لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزياره الحاليه ما بستغربش كتير قوي. صحيح. لان هذه المواقف امتداد لمواقف اخرى تاريخيه. صحيح. بتؤكد تغيير النظره الاوروبيه لمصر بما يزيد من مكانتها الخارجيه وتاثيرها في العالم الخارجي وفي المنطقه الاقليميه. الحقيقه في نفس كمان متابعه الزياره استاذ خالد، ويمكن في الاطار اللي احنا بنتكلم عنه لو بنتكلم عن المانيا ودول الاتحاد الاوروبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى ايضا بالامس مع شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي بمقر المجلس بالعاصمه البلجيكيه بروكسل. اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقه بين مصر والاتحاد الاوروبي، تم الاعراب عن الارتياح ازاء مجمل التطورات اللي بيشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بين الطرفين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. الاجتماع كمان تطرق لملف التنسيق ما بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف الهام، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسي. الحقيقة أن العلاقات المصرية الأوروبية يمكن بتشهد توافق في الرؤى، يعني ما بنختلفش كتير على القضايا الإقليمية المطروحة، يمكن خاصة موضوع ليبيا هناك توافق من الاتحاد الأوروبي سواء فرنسا أو الدول اللي موجودة. النهاردة كمان في توافق مع رئيس المجلس الأوروبي في القضايا الإقليمية الموجودة في المنطقة. هو يمكن زي ما حضرتك أشرتي أن هذا اللقاء مش عايزين يعني بيعتبر امتداد لكل السؤال اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. صحيح. مصر واوروبا وعلاقات متميزه في الجمهوريه الجديده. انا شايف ان هناك تميز في العلاقات بين مصر واوروبا في الجمهوريه الجديده اللي
مصر على أعتاب تدشينها خلال المرحلة المقبلة. ليه؟ لأن هناك قناعة الحقيقة لدى الجانب الأوروبي بنزاهة الموقف المصري وحيادية الموقف المصري بأنه موقف نزيه وشريف ومحايد وموضوعي. وموضوعي موقف بينطلق من 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 قناعات داخلية لدى القيادة السياسية ولدى صانع القرار المصري بأن التعاطي والتعامل مع القضايا الإقليمية الموجودة في المنطقة بيكون أساسها هو الحرص على أمن واستقرار الدول والشعوب دون مصالح شخصية. دي الحقيقة زاد من مكانة مصر، ادى ثقة لدى الجانب الأوروبي بحيادية هذا الدور المصري ونزاهته وشرفه، وبالتالي حدث نوع من التوافق في كثير من القضايا الإقليمية، سواء القضية الليبية، سواء غزة، سواء الهجرة غير الشرعية، سواء التطرف اللي كنا بنتكلم عنه شوية. فإذا هناك نوع من التوافق حادث بين الطرفين. والحقيقة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاتحاد الأوروبي ولقائه برئيس الاتحاد الأوروبي أنا بعتبرها زيارة تاريخية، لأنها الزيارة الأولى للرئيس إلى هذه المؤسسة، لا أنا بتكلم عن الاتحاد الأوروبي، المؤسسة الأوروبي، أول زيارة تاريخية للرئيس، وبالتالي هي زيارة مهمة. ولما بنستطلع وبنرصد تصريحات الجانب الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي بتستشف أنهم لديهم ثقة مطلقة في الدولة المصرية، وأنهم شايفين في مصر بأنها أصبحت هي همزة الوسط الحقيقية بين العالم الأوروبي والعالم العربي. ده بلا شك بيزيد من تعاظم واحترام العالم الخارجي للدولة المصرية. وخلينا أقول أن العلاقات بين مصر وأوروبا هي علاقات أزلية، على فكرة ليست علاقات وليدة اللحظة، ولكنها علاقات يمكن بترجع لأكثر من 200 سنة. صحيح. ربما تكون هذه العلاقات شهدت نوع من الفتور والتوتر، وربما كاد يصل إلى حد القطيعة بعد أحداث 25 يناير سنة 2011. ولكن هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيا منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر في 2014. صحيح. الحقيقة بدأ يحدث نوع من التوازن وفتح قنوات اتصال وإعادة رسم لصورة مصر في العالم الخارجي، توضيح المواقف، هدف الدولة المصرية، حقيقة الثورة المصرية، حقيقة طلبات وإرادة الشعب المصري. صحيح. وساعدوا في الحقيقة في هذا الأمر الجناح الدبلوماسي النشط المتمسك في وزير الخارجيه سامح شكري. ده حقيقي. وعايز ماشي اقول حاجه اخيره في هذا الموضوع، ان هذا الامر كان كل هذه التحركات الدبلوماسيه كانت بتتم مع مراعاه عدم وجود اي اجندات، يعني صحيح. انا هتعامل، مفيش اجندات، مفيش تدخل في شؤون الخليه، انا عندي استقلاليه في القرار الوطني، في 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 اطر تم وضعها في التعامل مع الدوله المصريه زادت من احترام العالم الخارجي، زادت من احترام اوروبا، زادت من التوافق حوالين القضايا المطروحه، وبالتالي العلاقات بتشهد، انا شايفها بتشهد حاله من النشاط الدبلوماسي والتوافق. صحيح. في المرحله المقبله. صحيح. روح لي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي صرح ان العام القادم سيشهد زياده في المرتبات تقارب 40 مليار جنيه بالنسبه لموظفي الجهاز الحكومي، ولفت الى ان ذلك ينعكس على القطاع الخاص اللي هيبدا كمان في توفيق اوضاعه مع هذه المؤشرات، واضاف ان الشيء الوحيد اللي بيحرك الدخل هو قوه الاقتصاد المصري، يعني كلما نما الاقتصاد اكيد دخل المواطن نفسه هيرتفع، وان هو لا يحدث ان تقوم الدوله بضخ نقود او زياده في المرتبات، لا، لكن اللي بيحصل هو ان استمرار الاقتصاد في النمو الايجابي بينعكس تلقائيا على دخل المواطن، وهو ده اللي بتقوم بيه الدوله المصريه، وكل هم الحكومه ان تظل معدلات النمو على النحو اللي احنا يعني رايحين عليه، لان هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا، واكد ان استمرار مصر في تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات قادمه هينقل مصر الى مكانه اخرى. الحقيقه الكلام اللي قاله رئيس مجلس الوزراء مهم، لان الدوله مش هتقدر تعمل زياده في المرتبات، احنا دايما بنقول ان الدوله زي البيت. يعني انا مش هقدر ازود مصروف ولادي ولا هقدر ازود مصروف البيت. صحيح. لو انا ما عنديش دخل زاد اوريدي، يعني حاجه زي الدوله نفس المكان، مع ان احنا طبعا بنسعى ان المواطنين يزيدوا وكل حاجه. صحيح. بس فكره تحريك قوه الاقتصاد المصري، يعني احنا في 5 سنوات حاططها رئيس مجلس الوزراء علشان نقدر ان احنا نصعد حتى مع في ظل جائحه كورونا. في انا عايز اقول في الموضوع ده، في واحد عالم اقتصادي اسمه ادم سميث، ده عالم اقتصادي اسكتلندي، كل خبراء الاقتصاد واللي بيشتغلوا في القطاع الاقتصادي بيسموه ابو الاقتصاد الروحي. ليه مقوله كده بيقول فيها، ليه مقولات ونظريات كتيره جدا في الجانب الاقتصادي، لكن هو ليه مقوله كده دايما الواحد بقى عندها، ان العلم هو الدواء لسموم الخرافات، وان لا شيء يمكن ان ينقلك من إلى أعلى درجات الثراء من أدنى درجات التدهور إلا العلم والعمل والعدالة القابلة للتطبيق. كل شيء بعد ذلك يمكن أن يأتي تبعا.
الحقيقة أنا شايف الحكومة المصرية بتتعامل بالعلم والدراسة في التعاطي مع مشاكل الاقتصاد الراهن المزمنة. بتتعاطى مع الأمر بشيء من العلم والوعي والعمل، بحيث أنها في النهاية يمكن لها أن تحقق درجات ومعدلات نمو واقتصاد يقف على أرض صلبة. هذا الأمر يعني محتاج جهد ومحتاج عمل طويل جدا، وأكاد أزعم أن كل المؤشرات اللي احنا شايفينها في ارتفاع معدلات النمو بتتحسن تدريجيا، وبتدي انطباع ورؤية أننا بالفعل نقف على الأرض صلبة وأننا بنتحرك على الطريق الصحيح. طب خليني أنا برضو علشان في مجال نفس مجال الاقتصاد، لأن الحقيقة الخبر برضو اللي استعرضته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرضت تقرير حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني اللي هو أكتوبر ديسمبر من العام المالي 2021-2022 فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022. أوضحت الوزيرة إن المؤشرات المبدئية بتؤكد استمرار حالة التحسن اللي بيشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام التالي، والتوجه نحو التعافي من جائحة كورونا. يعني إحنا بقينا 8.3 مقارنة ب 2.9. فبرضو المؤشرات دي يمكن بتأكد كلام رئيس مجلس الوزراء. طبعا هو 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 كلام، أول حاجة يعني أنت لما تلحظي كلام رئيس مجلس الوزراء في الحوار المؤتمر الصحفي اللي عمله امبارح، كان حوار بيعكس جانب من الثقه لدى الحكومه. بالظبط. حوار شهد نوع من التبادل المعلوماتي بين رئيس الوزراء والوزراء والاعلاميين، وبدا التطرق للحوار حوالين قضايا وملفات شائكه. انا شايفها ملفات ملغومه كان صعب الحديث عنها في الفترات قبل كده. هذا الجانب من الثقه بيؤكد قوه ومتانه الاقتصاد المصري، لما الحكومه تقرر الدخول في ملف ملغوم زي ملف الايجار القديم مثلا. هذا الملف وفقا لتصريحات رئيس الوزراء فيها حوالي 3 ملايين وحده سكنيه بنظام الايجار القديم. بتشهد خلاف كبير جدا بين الملك والمستاجر. لما الحكومه تقرر الدخول في هذا الملف وتعلن انها لديها الحلول ولديها القدره على التعامل وايجاد حلول تحدث نوع من التوازن والرضا بين كافه الاطراف، بيؤكد ان الحكومه بتقف على ارض صلبه. لانها كل هذه الاجراءات وهذه القرارات اللي ناوية تتخذها الحكومه هي قرارات بتستلزم أعباء مالية. بالزبط. وتبعات مالية. بالزبط. لا يمكن الدخول فيها إلا إذا كان هناك خلفية لدى الحكومة بأن لديها الاستعداد لتحمل مثل هذه النفقات وهذه الأعباء المالية اللي بتؤكد أن هناك ارتفاع وتحرك في معدلات النمو. أنا الأوان بالفعل أن يجني المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي. صحيح. أن يصل إلى جيب المواطن ثمار هذا الإصلاح بعد أن تحمل كثيرا من القرارات الصعبة وبرامج الإصلاح الصعبة اللي مرت خلال الفترة الماضية. رئيس الوزراء لما بيقول إن إحنا لما بنزود المرتبات مش مجرد ضخ أموال، هو يجيب منين؟ ما هو ضخ منين؟ ده مش مجرد ضخ أموال. صحيح. لا، ده انعكاس للارتفاع في معدلات النمو. صحيح. يعني هناك بدأ تحرك ربما يكون ليس هو الأمر المأمول وليس كل ما نطمح إليه، وأن هناك الدولة المصرية اللي يمكن هو قال خلال 5 سنين اللي جاية أن مصر بتسعى إلى أن تكون في منزلة ومرتبة مختلفة تماما عما هو قبل بما يحدث طفرة في الاقتصاد، لكن هناك تحرك ملموس. صحيح. الدولة لما تتحرك في ملف زي ملف الأجور وترفع الأجور و40 مليار جنيه خلال السنة اللي جاية، لما يحصل من الرئيس إعلان عن قرارات رئاسية في الفترة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور ل2700، لما يمنح كل العاملين في الدولة علاوات استثنائية للموظفين، لما يتم تنفيذ برامج اجتماعية وحمائية. صحيح. للفئات الأولى بالرعاية، كل ده الحقيقة بيعكس تحرك في معدلات النمو، بيعكس متانة في الاقتصاد بتخلي الدولة واقفة على أرض صلبة، لأن أي قرار بتاخده الحكومة لزيادة أو مواجهة أي أزمة أو علاج أي قضية زي ما قلت بيتطلب أعباء مالية. صحيح. لا يمكن الوفاء بها إلا إذا كان هناك تحرك في معدلات النمو وفي قوة في الاقتصاد المصري. يعني احنا يعني وقتنا انتهى سريعا. الكاتب الصحفي الاستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابه اخبار اليوم، انا بشكر حضرتك جدا. شكرا ليك، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات اخرى. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون انتهت فقرتنا الاخباريه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح البلد.
مشاهدي الكرام بجدد تحية مرة تانية لحضراتكم. والحقيقة أن الاقتصاد المصري بعد أحداث 25 يناير يعني طبعا وزي ما حضراتكم كلنا عشنا الفترة دي لقى من الصعوبة أشياء كتيرة جدا. وبعد طبعا 2013 وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الاقتصاد تحديدا شهد قفزات سريعه ومتزنه يمكن خلتنا اكثر محطه انظار من كثير من المؤسسات الدوليه المعنيه بالشان الاقتصادي العالمي. خلى النجاحات اللي احنا لمسناها في المشروعات اللي تمت وبتتم تنفيذها في العديد من محافظات مصر، احنا بنعمل بنيه تحتيه حقيقيه، كباري ومشروعات خاصه في طاقه شمسيه، مشروعات اسكان، مشروعات ربط ما بين الدول لتصدير الكهرباء، مشروعات زي ما بنقول الخاصة بالمناطق اللوجستية في قناة السويس، مدن جديدة، مدن ذكية، طرق وكباري، حاجات كتير قوي أسهمت في النجاحات اللي حققها الاقتصاد المصري واللي ما كانتش هتتحقق لو ما كانش عندنا عزيمة وإرادة مصرية، وكمان إن الشعب المصري صبر على عمليات الإصلاح الاقتصادي واللي بدأت من 2016 علشان المواطن عايز يشوف البلد أحسن وإن هو البلد بتكبر وبتنمو. أول الإجراءات اللي بدأت مع الإصلاح الاقتصادي المصري واللي بدأت إنها تحط مصر على طريق الاستقرار والنجاح، وصلنا لإيه؟ إيه اللي إحنا بنأمله؟ إيه المتوقع في الفترة اللي جاية في ظل الظروف العالمية؟ لأن الحقيقة احنا مش بمنقى عن اللي بيحصل في دول العالم. هنفهم أكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الصحة والموازنة بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بيكي. يعني أنا تعودت من حضرتك دايما إن أنا بفهم الاقتصاد ببساطة. فخليني أبدأ الأول. أنا لفت انتباهي تصريح حضرتك قلته إن احنا الاقتصاد المصري بتاعنا يعني ناجح وقادر إن هو يبقى قوي، لكن عندنا تشوهات لازم نعالجها. إيه هي وإيه المقصود بالتشوهات وممكن نعمل إيه مع اللي بتعمله مصر؟ لأن الحقيقة يعني الطفرات والأرقام اللي احنا بنسمعها لا كبيرة، بس احنا إيه اللي عندنا ينقصنا كمان علشان نستكمل هذه المنظومة؟ طيب خليني اقول انه يعني الهدف من الاصلاحات الاقتصاديه لمصر واخدها كنهج حياه، مرينا بمرحله الاولى وهي الاصلاح الاقتصادي والمالي على اعتبار نخلي الاقتصاد بتاعنا مستقر صحيح وبمؤشراته المعروفه، تبقى المؤشرات الاقتصادي الكلي مستقره سواء كانت معدلات نمو، بطالة، تبقى يعني في أدنى مستوياتها، تضخم، العجز الموازنة، الدين العام يتم احتوائه، الاحتياطي لدى البنك المركزي يغطي أكبر عدد من أشهر الواردات، سعر الصرف يكون مستقر، ميزان المدفوعات يبقى في وضع ممكن وقابل للاستمرار. كل دي مؤشرات يعني مستقرة والحمد لله. وكل سنة مع الإصلاحات الاقتصادية بتزداد استقرارا. الحاجة الثانية، المرحلة الثانية اللي احنا فيها وتستمر معنا 3 سنوات اللي هو بقى مش الإصلاح الاقتصادي والمالي، قدرنا نعمل منه إنجاز كويس، يبقى الإصلاح الهيكلي. فالإصلاح الهيكلي يعني إذا كنا جسم الاقتصاد قدرنا نظبط هذا الجسم من حيث درجة حرارة هذا الجسم اللي هو التضخم ولهيب الأسعار فاستقرت. الحاجة الثانية اللي يعني بنسميها انا بمثلها بضغط الدم لجسم الاقتصاد، انه ساعة الشرايين بتستوعب يعني الجهاز المصرفي بيضخ بسيوله في جميع شرايين الاقتصاد، راس النظام اللي هو الحكومه والعجز في الموازنه، كل ده يعني مستقر حاليا وبيتحسن كل سنه عن السنه اللي بعديها. لكن اللي يهمني ما بداخل الجسم الاقتصاد، الهياكل اللي جوه جسم الاقتصاد. انا عايز المعده الاقتصاديه اللي هو قطاع الاعمال العام والخاص ان يبقى فيه مشاركه بينهم، يبقى العائد منهم اعلى عائد ممكن، وانه القطاع الخاص في هذه مع المشاركه مع الدوله او القطاع الاعمال العام، ان هو القطاع الخاص ياخد دوره وانه الدوله ترعاه. اللي احنا بنقول الدوله هي البيج براذر، مش الـ مش الـ او الاخ الكبير، مش الاب،
لا بسمع كلامه كده ولا كده. اللي هو ايه اللي وهو ده اللي بيعمله الرئيس في فكره دعوته كل مره للقطاع الخاص انه بالظبط يا فندم. يعني بقول له بالراحه على القطاع الخاص شويه. انه ان الحكومه ترعاه، هو الاخ الكبير هو الحكومه واخواته الصغيرين هم القطاع الخاص. وانه المفروض يرعاهم بحيث ان هم هيلعبوا الدور الرائد في ان الاقتصاد يتحرك. وعشان كده بقول انه مثلا يبقى تسهيل ائتمان البنوك، تدي تسهيلات ائتمانيه بشكل يعني سريع حتى لا يتعرض الى تعثر في هذه الحاله. بنلاقي في بعض الاحيان الصف الثاني والثالث في يعني في التمويلات بيبقى صعب شويه، يبقى تسهيل الدوله تدرب له العمالة بتاعته بحيث انه يكون يقدر يتعامل مع احدث ادوات التكنولوجيا وخطوط الانتاج اللي بتدار بالتكنولوجيا الحديثة. الحكومة تدرب يعني عندها عندها معاهد تدريبية تساهم مع القطاع، يعني في اكثر من وسيلة ان انا مؤهل القطاع الخاص، خاصة ان 75% او 3/4 ما نسميه بالقطاع الخاص في مصر او في العالم كله بيبقى القطاع اللي هو الاقتصاد اللي هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر. المفروض دي الصغير اساعده، الدولة تساعده لحد ما يبقى متوسط، ولحد ما يكبر مع الزمن يبقى كبير، وبعد كده يبقى إقليمي على مستوى موجود في الدول اللي حوالين، بعد كده يبقى له يعني مثلا دور في يبقى مالتي ناشونال. واحنا عندنا 3-4 شركات متواجدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فممكن تزيد إذا النهاردة الصغير أو المتناهي الصغر يكبر مع الزمن ويبقى له مشاركة، وهو ده عماد الاقتصاد. بنقول انه فيما يتعلق بالقطاع جسم الاقتصاد حتتين، قطاع الرسمي اللي احنا شايفينه والموازي والحكومه يعني شايفاه كويس ومرصود كويس وبيؤدي الواجب اللي عليه اللي هو القطاع الاقتصاد الرسمي، فاحنا في سياسات بيتعامل معاها وبيتاثر بيها وبيتشجع بيها. لكن في اقتصاد تاني له ادواته وله قواعده مختلفه خالص، وبيعمل في 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 يعني بعيدا عن نظر الدوله، وبالتالي مؤشراته بقت ايه دلوقتي يا دكتور فخري؟ على لك. ايه؟ الاقتصاد الموازي دلوقتي مؤشراته قد ايه؟ انا عارفه ان احنا كنا من سنين كده كان عالي قوي. حسب التصريحات اللي هي الرسميه يتراوح ما بين 40% من انتاج القطاع الرسمي او الاقتصاد الرسمي، يبقى هو بينتج 40% من اللي بينتجه القطاع الاقتصاد الرسمي. وفي احصائيه اخرى او يعني بيان اخر ان هو في حدود 60%، ده طبعا ارقام كبيره في هذه الحاله. لكن لما نبص في الدول اللي هي تقدمت والدول اللي هي قطعت شوط في النهوض زي الصين وخلافه، هنجد برضو عندهم قطاع او اقتصاد غير رسمي لا يتجاوز مثلا بنقول ما بين 10 بكتير و 15%. فانا لما يكون عندي من بين 40 ل 60% يعني في المتوسط نقول 50%، يبقى الاقتصاد حتتين، يبقى انا ده تشوه هيكلي. المفروض الجهود بقالها احنا هنا في مصر بقالنا حوالي خلال البرنامج الحكومي الحالي اللي هو الاربع سنوات اللي هي حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، في اطار البرنامج الحكومي ان هي تدمج وتجذب الاقتصاد غير رسمي مع الاقتصاد الرسمي. يبقى الجسم الاقتصاد حته واحده. وبالتالي السياسات الماليه بتاع وزاره الماليه والسياسه النقديه والسياسات النقديه البنك المركزي والسياسات الاقتصاديه الاخرى عندما تتخذ هتجد الجسم اللي بيستجيب ليها، كل الجسم يستجيب ليها. لكن النهارده مين اللي بيستجيب لهذه السياسات؟ هو الاقتصاد الرسمي اللي بيشكل النص، والاقتصاد غير رسمي له يعني قواعد اخرى مختلفه خالص. فاللي اقصده ده من ضمن التشوهات الهيكليه. انا عايز كمان انه الاقتصاد ينتج مش للسوق المحلي فقط، ولكن في بعض السلع يعني المستهلك في الخارج عايزها، بس انا عندي هنا المستهلك مش محتاجها. ما يعني انت عارف اذواق الناس بتختلف على مستوى العالم، فانا المفروض اعمل صناعات يعني تبقى بغرض التصدير، تبقى جروث، تبقى اكسبورت اورينتد بمعنى اخر موجه للتصدير، لانه المواطن عندي ما لا يستهلكها، الذوق بيختلف. لكن المواطن في الخارج بيحتاجها، فانا يبقى عندي باشبع في صناعات تشبع السوق المحلي
واحتياجات المواطن، وفي صناعات بقى اللي هي متقدمة شوية تبقى متقدمة ناحية التكنولوجي وخلافه وحسب ذوق المستهلك. أنا كنت يعني من سنين وسنين لعشرات السنين كنت أشوف مثلا وأنا راكب الطائرة ألاقي واحد ياباني جنبي ومعاه تذاكر تذكرة الطيارة بتاعته عبارة عن دفتر بيسافر عشان يشوف أذواق الناس في العالم الخارجي، عشان اليابان لما كانت بعد الحرب العالمية الثانية وفي الستينات والسبعينات تلاقي ان هو كان يشوف الناس بره عايزة إيه. وبالتالي قدر النهارده من اكبر الدول المصدره وعندها فائض في ميزانها. ده دور المجالس التصديريه. الصين دلوقتي بتعمل كده. ده دور المجالس التصديريه؟ طبعا دور الدوله والمجالس التصديريه، عندنا اللي هو صندوق تنميه الصادرات، عندنا بنك اسمه بنك تنميه الصادرات ده جهاز مصرفي، عندنا اللي هو فيه الحجر الصحي مثلا عشان يشوف البضاعة اللي طالعة بره سليمة ولا مش سليمة، الحجر البيطري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء سواء الغذاء اللي جاي لنا أو الغذاء اللي هيطلع بره للعالم الخارجي. فهي منظومة متكاملة، زائد اللي هو توطين الصناعة بغرض التصدير، توطين الصناعة بصفة عامة لكن في صناعات بتبقى مهمة جدا، وإحنا في الفترة الأخيرة الحمد لله صادراتنا بدأت تستجيب. النهاردة لما ألاقي صادراتي غير البترولية توصل ل 32.5 مليار مقارنة فيما سبق كان يعني 25 26، لكن النهاردة توصل خلال سنتين توصل لهذه الطفرة. المنتجات الصادرات البترولية والغاز قفزت من في سنة واحدة من 8.2 مليار دولار، النهارده بنتكلم عن 13 مليار دولار يعني 5 مليار في الصادرات البترولية والغاز، طبعا الغاز الطبيعي بالذات. وعشان كده بنقول لما نجمع ده على ده يطلع الرقم يعني 45 مليار دولار، ده رقم غير مسبوق اللي هو العام اللي هو الصادرات العام المالي الماضي اللي انتهى في يونيو 21. فده معناها ايه؟ معناها ان في الاصلاحات الاقتصاديه بدات تؤتي ثمارها، وان الجسم الاقتصادي التشوهات حاليا الاصلاحات الهيكليه للمنظومات المشوهه بقى لها سنوات وعقود وعقود 60 سنه و70 سنه في هذه الحاله، انت بتحاولي تخلي جسم الاقتصاد من الداخل بحيث يكون اكثر صلابه لما يقابل طبعا صدمه. يعني احنا عايشين في عصر الصدمات دلوقتي، في صدمات مثلا اقتصاديه بيتعرض لها اي جسم اقتصاد في العالم اللي هو الازمه الماليه العالميه كانت في 2007 2008، ده اقتصادي وغيرها من الازمات الاقتصاديه والماليه. حاليا دلوقتي عندي اللي هو يعني التضخم العالمي وموجه التضخم، فدي ممكن تبقى تشكل ازمه قادمه. الازمه ممكن اجتماعيه ما حدث في 25 يناير الى 30 يونيو، كانت حاله يعني ايه عدم استقرار اجتماعي. صحيح. الحمد لله احنا مستقرين دلوقتي فيما يتعلق مستقرين اقتصاديا واجتماعيا. في صدمات تبقى صدمات امنيه، افه الارهاب اللي كانت بتعم العالم واحنا برضو طالنا من الحمد لله احنا افضل دلوقتي. في اللي هو صدمات تبقى بيئيه، الصدمات البيئية اللي هي تبقى زي كورونا كوفيد 19، في المناخية، العالم دلوقتي بيحاول يجتهد التغير المناخي عشان بيجتهد عشان يعني يحمي نفسه من أي تغيرات ويقلل المخاطر اللي هيتعرض ليها. فاحنا عايشين في عصر كله صدمات، فشطارة صانع القرار انه يخلي جسم الاقتصاد يتحمل اللي هو يبقى أكثر صلابة ياخد الصدمة ويتعافى بسرعة اللي خليه يبقى. إذا لازم الاقتصاد يكون أكثر صلابة ويبقى أكثر مرونة في التعافي، بيتعافى بسرعة. الدول المتقدمة من كوفيد 19 بعد ما الطعام وخرجوا وبدأت الأمور تتحسن إلى حد يعني ملموس بتتعافى بسرعة من سالب في النمو، خلال 12 شهر بقى موجب نمو. فإذا لكن الدول النامية وعدد من الدول الناهضة لما بتحاول طبعا مع التطعيمات، بس التطعيمات متأخرة في الدول النامية. فالنهاردة عاوز يتعافى جسمه نفسه على ما يتعافى، لأنه
في تشوهات داخل الجسم، فعلي بياخد فترة سنتين ثلاثة على ما يرجع تاني ما قبل الصدمة في هذه الحالة. عايزة أتكلم على ذكر بقى جائحة كورونا، لأن الحقيقة جائحة كورونا زي ما حضرتك قلت هي أثرت على اقتصادات العالم كله. يعني احنا بنتكلم إن أمريكا عندها تضخم، بنتكلم إن دول العالم أصابها تضخم، مصر مش بمنأى عن مسألة ما يحدث في العالم، يعني ارتفاع الأسعار أو التضخم أو في الدول العظمى بيبقى بيسمع عندنا هنا فيما يخص السوق المصري والأسعار. نعم. كمان يعني لو بنتكلم عن روسيا وأوكرانيا، شوف حضرتك النفط البترول مثلا وصل قد إيه. فكرة ان برضو عندنا التأثير، يعني ان احنا زي ما حضرتك قلت ان الاقتصاد يبقى قوي، اعتقد ان ده كمان هيقلل من فكرة صدمات الأسعار، لان ده برضو اللي بيهم المواطن. صحيح. ان انا الأسعار عندي الى حد ما يبقاش فيها صعود شديد، يعني يبقى صعود بس يقدر يتحمله المواطن. ما هو هنا بنقول السياسات بقى والتدابير اللي هي اللي بتخلي الاقتصاد يكون اكثر صلابه، عشان احنا عايشين في عصر زي ما قلت الصدمات. يعني في موجه التضخم العالمي، طب انا ذنبي ايه؟ صحيح. انا يعني كل حاجه بتيجي كورونا، طب انا ذنبي ايه؟ ما هو انا اللي طلعت كورونا من عندي، ده هو الصين اللي طلع من عندها. صحيح. وعم العالم كله الازمه الماليه العالميه، وانا ذنبي ايه؟ ما هو طلع من امريكا وعمت العالم كله. فاللي اقصده انه طالما ان انا يعني ده صدمات، فبالتالي لازم الاقتصاد بتاعي اعمل له اصلاحات اقتصاديه وهيكليه في نفسه عشان يقدر يتوقع يعني يتفادى مثل هذه الصدمات. عشان كده بقول انه موجه التضخم العالميه اللي هي بتعم العالم دلوقتي، امريكا لما لاقي معدل التضخم اللي كان في متوسطه بحد اقصى ده في السنين اللي فاتت، حتى فترة ما قبل كورونا والسنة الأولى من كورونا كان بكتير 2%. صح. ده متوسط معدل الزيادة في الأسعار اللي هو التضخم عندهم. لكن ألاقيه النهاردة أنه الإحصائيات عندهم الرسمية في أمريكا بتقول أن معدل التضخم في شهر يناير اللي فات اللي هو الشهر المنصرم يوصل 7.5%. يعني اللي هو يناير السنة دي مقارنة بيناير من السنة اللي فاتت، يعني 12 شهر، ف7.5% ده كتير. صحيح. ولذلك هناك تاج الإيجارات زادت بمعدلات كبيرة جدا، فواتير التدفئة يعني في البيوت المواطن مش قادر، ان هو الفاتورة بقت كبيرة جدا. فاللي أقصده طب السبب ايه؟ ان معدل النمو في الطلب يفوق معدل النمو في المعروض من السلع على مستوى العالم، السلع الأساسية بالذات. طب الطلب ليه زاد بمعدل كبير؟ الناس بدأت بعد كان سنتين قاعدين في البيوت وخايفين من كورونا، بعد ما الطعم وزهق في هذا البدأ شهيته تنفتح ان هو يخرج بقى ويرتاد يروح المطاعم ويروح ويخرج مرة تانية. والنشاط الاقتصادي هو كمان عايز النهاردة، لأنه ما يستحملش أنه يعني يبقى شغال بنص طاقته أو ربع طاقته إلى آخره. فبدأ النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي يتحرك، وعشان كده الطلب على المستلزمات الإنتاج بدأ يزيد. المواطن هو بيخرج بيطلب بقى في هذه الطلب على السلع النهائية بدأ يزيد، فالطلب زاد بمعدل ضخم جدا، واطمئنان المواطن هو الطعم خاصة في الدول المتقدمة. لكن شوف بقى المعروض، طب اذا كان المعروض بيزيد بنفس المعدل الزياده في الطلب يبقى الاسعار مستقره، لكن المعروض من السلع والخدمات في بقى بنسميها مراكز التوريد اللي هي بتورد مستلزمات الانتاج والسلع النهائيه فيها مشكله. النهارده بتجد عمليه الشحن فيها مشاكل. صح. العمال اللي العمال اللي هم عمال فيها فيهم نقص في صحيح. هذه الحاله كمان لما زاد في اللي هو اختناقات في مراكز التوريد السلع بقى في ارتباك فيها، وعشان كده بنلاقي لما في ارتباك في المعروض والطلب بينمو معدل كبير جدا ارتفعت اسعار خاصه الطاقه بالذات البترول. صح. سعر برميل البترول يطلع خلال 6 أشهر من 45 ولا 40 دولار دلوقتي. يوصل النهارده الى عدى 90 دولار، يعني اكتر من الضعف وشويه. طبعا ده مساله طبعا الطاقه لما بتزيد البترول كل حاجه بتزيد، خلاص الطاقه ما بتمثل يعني تكلفه كبيره من تكلفه الانتاج. فتكلفه انتاج السلع هي كمان بدات تزيد. صحيح. كل ده ادى طب احنا فين بقى؟
في مصر هنا. كمان نتيجة التضخم البنوك المركزية العالمية بدأت تلجم التضخم، عاوزة تلجم التضخم ان هي ترفع سعر الفايدة. ما هو اللجام اللي بيلجم التضخم ويهديه شوية يبقى فيه تضخم بس ايه متباطئ، بدل ما الأسعار متسارعة كده والتضخم بيزيد، بدل ما كان 2% بقى 3% 4% عمال متسارع، لأن عايزه بقى ينزل بقى من 7% 6% يبقى في تضخم وكل حاجة بس يبقى هادي شوية. فهنا في المهم في هذا لما التضخم يبدأ يتباطأ، وده احتمالاته يعني كنا بنقول في النص الثاني من السنة دي يبقى تنكسر حدة القمة بتاع التضخم، تبدأ تنكسر يبقى في تضخم لكن بيقل إلى حد كبير. وعشان كده بنقول طب مصر، طب احنا ده جاي لنا التضخم ده، ما هو الحل؟ هنا في هذه الحالة ان انت بناخد تدابير احترازية، بنجد انه اولا مثلا المنافذ بيع السلع عندنا وزارة التموين والمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والقوات الشرطة إلى آخره مفتوحة، اللي هي ضخ السلع، وعندي مخزون سلعي الحمد لله يعني ما بين 5 أشهر السلع التموينية الأساسية بالنسبة للمواطن. وهنا بنقول انه الموازنه كمان بتعمل حسابها بانها يعني يبقى في الموازنه القادمه يبقى في عمليه يعني تهدئه لهذه الاسعار بمزيد من الدعم، لان البعد الاجتماعي مهم في فتره الايه موج التضخم الكبيره، وده يظهر في الموازنه العامه للدوله البعد الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه للطبقات الاكثر احتياجا واكثر هشاشه. كان في تقرير في اسبوع التنميه المستدامه العربي وتعرض فيه مجموعه من النقاط، اهم النقاط اللي ممكن انها تفيد الاقتصاد المصري يعني فيما يخص الداخل، لان احنا دايما برضو عنا على المواطن، المواطن الاصلاحات، يمكن حضرتك قلت ان احنا في مرحله اولى من الاقتصاد دعانا فيها المواطن، ندخل على المرحله الثانيه الاصلاحات الهيكليه، ودي اللي احنا بنعمل فيها ان المواطن يبدا يحس صحيح. ان في تحسن صح. ملموس في دخله. اهم النقاط اللي حضرتك شفتها اللي ممكن ان مصر تستغلها في الفتره اللي جايه. حضرت انا اللي هو المؤتمر الاسبوع العربي لتمويل التنميه المستدامه، ومصر بحكم انها دوله كبيره في يعني عضو مهم في المجموعه العربيه في جامعه الدول العربيه، حضرناه في جامعه الدول العربيه صحيح. بانه بدا الدراسه تتم بالنسبه لمصر ويحتذى بهذا كحاله بالنسبه للدول بقيه الدول صحيح. الاعضاء فبداوا بمصر في هذه الحاله بقضيه كلها ازاي نمول اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف طبعا في الاهداف المعروفه اللي هو محاربه الفقر و يعني الفرق في مستوى المعيشه، تحسين مستوى معيشه او المستويات المعيشيه ومستويات الدخل بين يعني الطبقات في هذه الحاله. عندنا في اهداف تتعلق بالمناخ، في اهداف تتعلق بالصحه، في اهداف تتعلق بالتعليم، في اهداف تتعلق بالحوكمه، كل دي في اهداف طبعا اقتصاديه وتعزيز معدلات النمو، كل ده من هنا من سنه 15 لسنه 30 خلال 15 سنه، احنا قطعنا في المساله دي 5 سنوات احنا او 7 سنوات دلوقتي وقدامنا 8 سنوات، بحيث الكلام كان بيدور حوالين طب احنا عايزين يعني نحقق الاهداف ال 17 دول ونحسن الاوضاع خاصه المعيشيه للمواطن، وهدف اي نشاط اقتصادي هو المواطن اساسا انه ينعم بحياه يعني هادئه وكريمه في هذه الحاله ويحس بانه منتمي لانه في فايده بالنسبه بتعود عليه. وعشان كده بقول انه كان الكلام بيدور حوالين طيب احنا نشتغل ازاي عشان نمول الفجوة التمويلية اللي هو عشان التنمية المستدامة ونحقق 17 هدف يعني نبقى نقطع مشوار كويس فيها ومصر تتقدم الى الامام، يبقى عشان امول الفجوة التمويلية اللي هي الفرق بين مدخراتي الضعيفة صحيح. وبين استثماراتي الطموحة اللي انا بعملها فعلا الفرق ده بيوصل لحوالي تقريبا 4.5% من الناتج بتاعي خلال فترة اللي هو في إطار التنمية المستدامة اللي هم بنقول 15 سنة من سنة 15 لحد سنة 2030. طب أنا النهاردة فضلت 8 سنوات فبقول والله الفجوة التمويلية خلال الثمان سنين اللي جايين دول أو السنة القادمة بناخدها سنة بسنة، يبقى الفرق من المدخرات الضعيفة
طب والمدخرات ضعيفه ليه؟ لانه القطاع الاعمال والقطاع العائلي اللي هو 105 مليون نسمه والاعمال بيدخروا ادخار كويس بيوصل لحوالي مثلا 23% 24% وده كويس، بس برضو مش كويس قوي. يعني الحكومه مدخراتها اللي هو الموازنه الجاريه بتاعتها، مش الموازنه الجاريه بتكلم على انه في عجز فيها، مدخراتها سالبه. فبنطرح المدخرات السالبه بتاع الحكومه من ال 24 مدخرات القطاع العائلي اللي هو ال 105 مليون نسمه بيدخروا، بس في منهم اللي على قده وفي اللي معاه، لكن المحصله انه في مدخرات موجبه. وقطاع الاعمال صافي الارباح بتاعته هو ده مدخراته عام وخاص، يبقى نجمع الاثنين يطلعوا 23 24. طيب الحكومه بتدخر بس بالسالب لعجز الايه؟ الموازنه الجاريه. صحيح. وبالتالي الاقي مدخراتي ضعيفه، يبقى الحل عشان اخلي مدخراتي تتحسن يبقى اقلل عجز الايه؟ العجز في الموازنه الجاريه للحكومه. مش الموازنه كلها، في الموازنه الجاريه بتكلم. وبالتالي في هذه الحاله بنجد انه طب وانا هستنى؟ لا طبعا، استثماراتي طموحه، عاوز بنيه اساسيه، ما سيادتك تفضلتي، عاوز اعمل شبكات طرق، عاوز اعمل مواني، عاوز مطارات، طاقه، كهرباء، مي، يعني مدن جديده عشان نخرج من الوادي اللي احنا متكدسين فيه. هو الرئيس قال ان صرفنا 400 مليار دولار بالظبط مشروعات قوميه، صح، منهم 40 مليار حياه كريمه اللي احنا بنقول انها بتخص المواطن اللي احنا عايزينه يشعر، صحيح، ان يعني هناك شيء ما يحدث، وده مرحله، صحيح، اولى. هل الانفاق ده برضو مش دليل ان احنا يعني ما هو احنا هننفق منين؟ ما احنا اكيد عندنا موارد، صح كده يا دكتور؟ ولا صحيح. انا يعني الحسبه بتتحسب ازاي؟ بتتحسب كالاتي، احنا صرفنا ال 400 مليار دولار لو ضربتهم في سعر الصرف اللي هو حوالي ما يقرب من للتبسيط يعني بدل ما نقول 15 جنيه و7 من 10 دولار 16 جنيه نفترض هذا، ومستقر عند هذا، فيطلع 6 و تقريبا واربعة من عشرة تريليون جنيه مصري بجنيه مصري، ستة واربعة على مدار اكتر من 6 سنوات او في حدود 7 سنوات. طب جبنا الفلوس دي منين؟ واحد هنا بنقول من مدخرات المحلية اللي هو على قدها مثلا، وبنحاول نحسنها بخفض عجز الموازنة الجارية للحكومة. فمدخراتنا كل ما قل العجز الحكومة يبقى السالب في المدخرات بيبقى يقل، بالتالي المدخرات تتحسن شويه. الحاجه الثانيه، طب طب وبعدين الباقي ده فجوه تمويليه بنجيبها من نمره واحد، اهم حاجه اللي لا يولد دين ان تشجع الاستثمار الاجنبي المباشر. اللي الراجل او الشركه اللي جايه تستثمر في مصر مليار دولار هو لا يشكل عبء دين، ده هو الراجل جاي من المصنع فده مش دين عليا. منه ان هو بيزود القيمه المضافه والناتج بتاعي والنمو عندي، يوفر فرص عمل، يصدر اذا كان بينتج سلعه بيصدرها، ولادي بيتعلموا يعني بيتعاملوا مع خطوط انتاج حديثه، يتعلم نو هاو، يعني كل ده وبيدفع ضرائب كمان للحكومه. صحيح. وعشان كده موارد الدوله بتزيد. اذا النهارده المستثمر الاجنبي، ليه بقول المستثمر الاجنبي اللي جاي معاه الدولار وداخل؟ لان الفجوه التمويليه عاوز دولارات، عايز دولارات، لكن المواطن المستثمر والمستثمر بياخد مدخراته هو بيستثمرها. ده الاستثمار المحلي، لكن انا في فجوه ما بين المدخرات الضعيفه والاستثمارات الطموحه. فده نمره واحد، يبقى الاستثمار الاجنبي ده يشكل عبء عليا، بس ده متوقف على مناخ الاستثمار. هل مناخ الاستثمار جاذب ولا في بعض المعوقات؟ طبعا عندي بعض المعوقات، يبقى اذا لازم ازلل هذه المعوقات. فانا افضل من الاول ما كنا عليه، اولا سعر الصرف مستقر، الجانب الاقتصادي مستقر، في الجانب بقى الاداري هنا بنتكلم على الاصلاح الاداري، ويبقى اللي هو الاداره بالقواعد المكتبيه اللي بيسميها البيروقراسي او البيروقراطيه، يبقى تبقى محفزه وليس معوقه. يعني البيروقراطيه ليست عيبا في حد ذاتها. صحيح. البيروقراطيه ما هي موجوده في مؤسسات كبيره في العالم. صح. الاداره بالقواعد المكتبيه اللي هو بيروقراسي فمحفزه هناك، طب ليه عندي معوقه؟ يبقى اذا نعالج يبقى بالاصلاح الاداري والتدريب، ويعني ده هياخد شويه وقت، وتقليل الهدر والفساد. فكل ده يخلي ايه؟ والتشريعات تحديثها، احنا شغالين في البرلمان في الخطه والموازنه وباقي ال 25 لجنه نوعيه. عينكم على ايه في الخطه والموازنه يا دكتور فخري اللي هو ممكن يحدث او يحدث نقله
يعني او الحكومه محتاجه تعملها بسرعه؟ هو تحديث التشريع، يعني عملنا قانون مهم قوي اللي هو قانون الماليه العامه الموحد، بحيث ان هو يدي سيناريو 3 سنين جايه ايرادات الحكومه هتبقى قد ايه في الثلاث سنين اللي جايه، وايراداتها انفاق هيبقى قد ايه وايراداتها قد ايه، وبالاضافه للسنه الموازنه بتاع السنه الماليه بتاع السنه الجايه بعمل سيناريو او ما نسميه اطار موازني متوسط الاجل، ده مهم جدا. الحاجه الثانيه، في عندي بدل ما الموازنه حاليا بيبقى مدخلات وخلاص، يعني بنصرف وخلاص، لا احنا بنعمل دلوقتي الجديد في القانون ده، يبقى وزاره الماليه مطالبه بان تعمل موازنه برامج، برنامج التعليمي، برنامج الصحه، برنامج الحمايه الاجتماعيه، كل ده برامج، ونشوف ونحكم على الفلوس اللي اتصرفت دي، الجنيه جاب كام، الاداء بتاعه كام، اللي هو فكره الموازنه تبقى الدخل كان كام واتصرف كام، المدخلات والمخرجات. تمام، لكن هو حاليا دلوقتي المدخلات بس، اللي هو يعني البند يسمح يبقى يصرف، لكن بقول له ده رايح البرنامج صحه، يبقى لازم ايه مؤشرات الاداء، بنحط مؤشرات اداء ونحكم الجنيه دخل في برنامج الصحه طلع بحاجه كويسه على المواطن. طب التعليم، برنامج التعليم الجنيه اللي دخل ده قلل كثافة الفصول، الابن من دول بدأ يعني يبقى فيه بيبان عليه التحسين في درجاته وأدائه كطالب في التعليم، تربية والتعليم وخلافه، أو في التعليم بصفة عامة. أنه الإنفاق على التعليم يعني استحقاقات دستورية ب 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي. يعني هتحطوا المؤشرات دي يا دكتور فخري اللي هي فكرة، هو ايه مؤشرات النجاح؟ يعني لو انا بتكلم انا صرفت مثلا يعني جنيه على الصحه، نعم، الجنيه ده العائد بتاعه بقى كام؟ المؤشرات دي هتتحسب ازاي؟ هو بصي يعني بالنسبه للمؤشرات تختلف من برنامج الى برنامج. يعني في الحمايه الاجتماعيه يقرب لي الايه المتوسط الدخل، يقلل لي الفقر، خاصه الفقر المدقع. الفقر المدقع ده اللي هو مش طبعا يعني ده لا ادمي بالمره، صحيح، غير الفقر تحت خط الفقر اهو بينازع. لكن عاوز كل ما قل نسبه نسب الفقر عندي اللي كانت وصلت الى 32.5 من فئات مصر ان هي تعيش دون خط الفقر، النهارده بعد سنتين نزلت بقت 29.7، ومع الاصلاحات الاقتصاديه وكل التحسينات في الفتره اللي احنا عشان التنميه المستدامه المفروض ان هي تقل باستمرار وتعود الى يعني مستوياتها المنخفضه في هذه الحاله. ما ينفعش ابقى مع حضرتك وما اتكلمش عن البورصه، لان البورصه برضو محتاجه دفعه شديده في مصر، يعني بورصات العالم تاثرت مع كورونا وانسحاب راس المال الاجنبي، ده حصل في بورصات العالم كلها، لكن الحقيقه بورصات العالم بتشهد صعود وهبوط عادي، لكن احنا يعني كتير قوي من الاقتصاديين يقول لك لا احنا محتاجين اجراءات اصلاحيه وهيكليه وضخ اطروحات من الحكومه. شكل البورصه المصريه المتوقع يبقى ازاي؟ البورصه اللي هي السوق السنوي، صحيح، يعني تاني يد بالظبط، انا شاري من اول يد السوق الاولي، اشتريت اسهم من شركه لسه طالعه جديده مالناش دعوه بيها دي، لكن اللي يهمني طب انا عاوز اتصرف، عاوز سيوله، اروح لمين؟ اداني قاعد مستني اروح للرئيس مجلس الاداره اقول له النبي عايز فلوسي تاني، مش هيداني، استنى لحد ما الشركه يعني حياتها تنتهي بعد 25 سنه تاخد بقى لكن عملوا سوق تاني يد. تاني يد ان انا والله في بيع ومشتري، اروح اعرض مع السمسار اقول له عاوز ابيع اسهمي عشان محتاج سيوله. يبقى تاني يد ده بنسميه البورسر، مستر بيرس اللي هو كان سموها باسمه من سنوات وسنوات، عقود وعقود، فاصبحت سميت البورصه او بالمفهوم الاقتصادي او المالي بقى السوق تاني يد، ثانوي تاني. وعشان كده بقول انه البورصه عندنا هي اداه للتمويل. افترض انا عندي شركه صغيره عاوز امولها، مش عاوز استدين لان الدين بيتعبني، فيبقى لازم ادور على شركه. طب ادور على شركه دي بعمل اسهم وابيعها في البورصه في هذه الحاله في سوق اولي او سوق تاني يد. فالناس بتيجي تقبل، اذا هي اداه للتمويل وقناه لتمويل الايه؟ الصغير عشان يكبر رجل الاعمال، وبالتالي من خلال شركه مساهمه. عشان كده بقول البورصه مشكلتها في مصر هي هيكليه. يعني النهارده مش قضيه مثلا لما كنا بنتكلم عن تبليغ الحكومه وزاره الماليه حتى
ضريبة الدمغة وهتحولها إلى ضريبة اللي هي الأرباح الرأسمالية. دي مش هي دي القضية، قضية حاجة تانية خالص، إنه تشوهات في البورصة المصرية. نمرة واحد، البضاعة اللي فيها اللي هو الأسهم المعروضة والشركات اللي بتعرض أسهمها، يعني البيع وشراء في عشان الناس اللي معاه يبيع والتاني يشتري منه، اللي محتاج فلوس يروح البورصة ويبيع ويلاقي اللي بيشتري، تقدمه معمولة كده وعشان زيادة رؤوس الأموال. فاللي أقصده إنه البورصة مش معقولة الاقي كان عدد الشركات من حوالي 5-6 سنين او يمكن اكتر شوية، كان عدد الشركات المسجلة في البورصة والاسهم بتاعتها كان 1200 شركة. فالواحد بيختار البضاعة قدامي كتير واستثمر وابيع واشتري واضارب او استثمر وخلي واخد العائد. فاللي اقصده انه عدد الشركات النهارده بيوصل لكام؟ اقل من 300 بالظبط. فيبقى ده خلل هيكلي. طب ليه الشركات بتسيب البورصه ومش عاوزه تسجل وتتخرج حتى من التسجيل؟ يبقى لازم ان انا احفز. التحفيز ده بقى مهمه مين؟ مهمه الهيئه الرقابيه، هيئه الرقابه الماليه. فهيئه الرقابه الماليه تشوف لها حل مع البورصه، اداره البورصه، في انهم يشجعوا الشركات ان هم يسجلوا. يعملوها ازاي؟ دي قضيتهم. الحاجه الثانيه ان مش معقول ان الشركات السمسره اللي عددها فوق ال 130 شركه سمسره، انه 10 شركات مستحوذه على 70% من التداولات. طب الباقي بيشتغل ايه؟ فاذا النهارده لانه صناديق الاستثمار، وده حقهم صناديق الاستثمار يتعاملوا مع الشركات الكبيره لانها عندها امكانيات واخلاق. طب ما انا الشركات الكبيره العشرة الكبار دول ما كانوش في بدايه البورصه، ما كانوش كبار. فاللي كبرهم هو التعاملات الصناديق معهم. فيحطوا الصناديق تحط برضه معايير للشركات اللي هي بقيه الشركات اللي 130 10 منهم كبار وال 120 على قدهم، تحط لهم معايير بحيث ان هم في هذه الحاله اذا انطبق عليه المعايير الصندوق يتعامل معاه، يديله حاجه يتعامل فيها عشان برضه يبقى يعني يكبروا هم كمان. ولذلك اللي هو اللي نسميها يعني فيها نوع من الشركات الكبيره هي بنوك استثمار. بصراحة عندي بنوك استثمار محترمة جدا. طب والناس التانية بيعملوا ايه؟ الشركات السمسرة التانية بتعمل ايه؟ فعندنا قضايا كبيرة. نيجي المعاملة، لما هنا اللي بيحط فلوسه في البنك العائد ما بيعلوش ضريبة، طب اللي بيحط فلوس اللي بيشتغل في البورصة بيدفع دلوقتي أرباح رسمية. فممكن يعملوا له في البورصة حاجة مماثلة ما يعادل اعفاء، مقابل انه لما بيحط فلوسه في البنك الفايده معلاش حاجه، معلاش ضريبه حتى الان. يبقى يعمل له في البورصه، والله لو حصل ارباح يبقى يعمل ايه؟ يسيبوا له براح يعادل البراح الموجود في الايه؟ في البنوك، عشان يقدر يبقى في تكافؤ في هذا. يعني في اشياء كثيره جدا، الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد كله بما فيه البورصه لانها اداه تمويليه للشركات الكبيرة والصغيرة، ان هي عشان تكبر محتاجة ان هي تكون معها شريك. الشريك ده ما يجيش الا بطرح الاسهم في السوق الاولي او في البورصة السوق الثاني يد في هذه الحالة. كان في التقرير اللي اتعرض في اسبوع العربي ليه التنمية المساواة اتكلمنا على ثلاث محاور، الكفاءة والتنفيذ والتمويل، صح الثلاث تعبيرات. وقلنا ان ما ينفعش واحدة تتعمل من غير التانية، يعني صحيح. لازم يبقى عندي كفاءة وتنفيذ وتمويل. ايوه صح. الكفاءة بتهيألي انا شفت سيادتك هناك في المؤتمر حقيقة، وسيادتك متابعة يعني جيدة فعلا. الكفاءة في البيانات، صحيح. النهاردة في بيانات يا فندم دقيقة ومدققة، يبقى اقدر اعرف بالظبط انا فين بالظبط، وبالتالي القرار اللي يستند الى البيانات دقيقة هيبقى يقدر يحقق هدفه، هياخد صح. قرار صح بالظبط، صح، ويبقى عارف ينشن على الهدف ازاي، لان الـ 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 البيان مظبوط، البيانات مظبوط. فده الكفاءه، في ان يكون عندك في كفاءه في ان انت تحسني البيانات وقاعده البيانات. الحاجه الثانيه، طب انا هنفذ. التنفيذ مهم جدا، ان انا ابقى استهدف عارف مين اللي مثلا في البعد الاجتماعي من الاهداف ال 17 اللي هو محاربه الفقر، صحيح. وتقريب مستويات الايه؟ المعيشيه بين افراد المجتمع. يبقى انا هنشن على الحاجه دي،
يبقى هنفذ ازاي، يبقى انا عارف الاستهداف بتاعي ويبقى عندي المهارات، عندي كمان الامكانيات اللوجستيه وخلافه، بحيث ان اللي هو المان باور او القوه اللي هتشتغل معايا تبقى فاهمه كويس، متعلمه كويس، يبقى في كمان الامكانيات اللي هي التكنولوجيه الموجوده عندي واللي هي تساعدني على التنفيذ. وبعدين يبقى عارف بقى انا محتاج تمويل قد ايه. الفجوه التمويليه دي مهمه قوي، الفجوه التمويليه اللي يعني اتكلمنا عنها، الفرق بين مدخراتنا الضعيفه واستثماراتنا الطموحه، لحد ما ربنا يعني يخلي مدخراتنا تقرب، يبقى امول من مدخرات مش محتاج ان انا فانا في الحاله دي الفجوه التمويليه تيجي من الاستثمار الاجنبي، ده غير مولد لدين. اذا ما كانش مكفي اروح بقى فين؟ اخد بقى من شركاء التنميه بتوعي، صحيح، باخد قروض ميسره وشركاء التنميه، المؤسسه الماليه الدوليه بكل، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الاوروبي لعاده الاعمار والتنميه، والبنك الافريقي للتنميه وخلافه، انا مساهم فيهم، صحيح، يبقى لازم استفيد. الحاجه في الاخر بقى تبقى جزء، بيضطر وزير الماليه ان هو يعمل سندات دولاريه، صحيح، وتباع في الاسواق الماليه العالميه، بتبقى سعر فائدتها برضه في الحدود الامنه في هذه الحاله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، شرفتني ونورتني يا فندم وسعيده بحضرتك، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا ان احنا نبسط المعلومات الاقتصاديه، لكن في النهايه كل اللي احنا يعني اللي ممكن نقوله، مصر عارفه وعندها خطه واضحه انها ازاي تقدر تخلي الاقتصاد المصري بتاعها قوي، زي ما قال دكتور فخري، يقدر ان هو يستحمل اي صدمه ممكن انها تحصل خارجه مش عن اراده مصر، عن يعني عن اراده الشعوب او الدول كلها. وان شاء الله باذن الله يعني طالما قدرنا نعرف ايه المسببات وايه العلاج، نقدر ان احنا نوصل لاقتصاد قوي باذن الله. بشكر حضراتكم جدا، بكده بكون انتهت فقراتنا من صباح البلد، شكرا لكم. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا، فقرة جديدة من صباح البلد. النهاردة هنتكلم عن الحقن المجهري، وانه دايما بيكون من الحلول الاولى اللي بيلجأ ليها اي زوجين اتأخروا في الانجاب بالطرق التقليدية. وعلى الرغم من ارتفاع نسب نجاح عمليات الحقن المجهري، الا ان في بعض الحالات للأسف بتكون نتيجتها الفشل. بيكون دايما المتهم الاول في فشلها او في فشل العمليات دي هي الزوجة، لكن الحقيقة ان في بعض الحالات الفشل بيكون للأسف من الزوج. ده اللي هنعرفه النهاردة باستفاضة مع ضيفي اللي منورني النهارده دكتور ياسين الفقي، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. دكتور ياسين صباح الخير، اهلا بحضرتك، نورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن يا دكتور لما بنتكلم دايما عن الحقن المجهري او عن فشل عمليه حقن مجهري، دايما زي ما قلنا بنتهم الزوجه في المقام الاول ان السبب من عندها او الفشل من ناحيه الزوجه، لكن الفشل بتاع حقن مجهري او عمليه الحقن المجهري من عند الراجل يمكن مش عارف عارفين اصلا يعني ايه. تمام. طبعا هي فكره اللجوء للحقن المجهري موجوده بنسبه كبيره جدا دلوقتي ومنتشره جدا جدا جدا. طيب نرجع برضو لفكره مشاكل اللي بتخلي الزوجين يلجأوا للحقن المجهري قد ايه بالنسبه للراجل وقد ايه بالنسبه للست. هنلاقي ان المشاكل اللي بتخلي الزوجين يلجأوا للحقن المجهري بالنسبه للراجل هي 60%. ف 60% من سبب لجوءنا للحقن المجهري بيكون من الراجل. طيب بعض الناس بيلاحظوا حاجه في الحقن المجهري، في ناس كتير، ستات كتير تيجي تقول لي والله انا عملت حقن مجهري اكتر من مره، يعني احنا بنشوف ارقام، بنشوف 5 مرات وست مرات و17 و20 حاجات للاسف طبعا كتيره جدا يعني. طيب وكل مره مش حدش بيقول لي السبب ايه. فنبتدي ندور هما ما دوروش على ايه. فليه ما دوروش على الزوج؟ صحيح. لان في كتير جدا من الدكاتره مجرد ان الزوج عنده حيوانات منويه خلاص هو دوره انتهى. ومش محتاجين منه حاجه، لا محتاجين يفحص ولا يتعالج ولا في حيوانات منويه ناخد نعمل حقن مجهري. ولكن دلوقتي ابتدوا ينتبهوا لاهميه الحيوانات المنويه دي، شكلها ايه، تشوه فيها عامل ازاي،
الحركة بتاعتها عاملة ازاي؟ تمام. هل هي عندها كفاءة في تخصيب البويضات اللي هي نسبة تكسير المادة الوراثية ولا لا؟ فهي الفكرة كده ان خصائص الحيوان المنوي اللي بتدخل فيه الحقن المجهري مهمة جدا في تحديد نسبة نجاح الحقن المجهري. تمام. ويمكن هو العامل الرئيسي في ان الحيوان ان الحقن المجهري ينجح. هو ان يبقى عندي حيوان منوي الكواليتي بتاعته كويسة. تمام. من ناحية الحركة، التشوهات، العدد يكون مناسب، من ناحية نسبة تكسير المادة الوراثية، وهو ده اللي احنا بنحاول نوضحه للناس. طيب خلينا دكتور نقول يعني ايه اصلا حقن مجهري يفشل، او يعني ايه فشل عملية الحقن المجهري؟ تمام. خلينا نتكلم ان الفشل ليه اكتر من طريق. في ناس تيجي تقول والله انا عملت حقن مجهري لكن التخصيب بتاع البويضات كان ضعيف، يعني جم قالوا لي انت والله احنا سحبنا منك 10 بويضات، في اليوم الثالث اتخصب منهم بقى فضل عندنا 5 اجنة، ولكن في اليوم الخامس فضل جنين واحد. تمام. فمن 10 بويضات يفضل جنين واحد، معناه ان التخصيب كان سيء. تمام. في ناس تقول والله ده انا قالوا لي ان اتكون لي اجنة كويسة ورجعت الاجنة لكن ما حصلش حمل. ده برضو معناه ان في مشكل، انا ما حصلش حمل. طيب في ناس تقول والله انا قالوا لي الاجنه بتاعتك كويسه ولكن حصل حمل بس كان حمل ضعيف، حمل كيميائي يعني ظهر في التحليل لكن لما رحت ابص على كيس الحمل لقيته فاضي. فاضي. في ناس تقول والله انا عملت ولكن بيحصل عندي حمل ولكن بيحصل عندي اجهاض مثلا في الشهر الثاني او الثالث، جنين ما ظهرش فيه نبض، الجنين بعد ما ظهر النبض اتوقف فحصل اجهاض في الشهر الثالث. فدي اشكال كتيره جدا جدا لفشل الحقن المجهري، وهو ده اللي بنسمعه يوميا في العياده. طيب اكيد يا دكتور بما ان حضراتكم يعني بتجيلكم حالات من دي كتير قوي ومتكرره بصوره كبيره، اكيد يعني في اجراءات بنبدا ناخدها مع الحالات دي يعني بشكل منتظم، او اجراءات طبيعيه جدا بتبدا تتخذ مع حالات تكرار فشل الحقن المجهري. بالظبط. بتكون عباره عن ايه؟ بتكون رقم واحد ان انا بجيب الزوج واشوف الفحوصات بتاعته. المشكله الرئيسيه اللي احنا بنواجهها ان في ناس كتيره بتعتمد على المعامل العاديه في انه يعمل حقن مجهري، يعني عامل تحليل سائل منوي عادي خلاص، في حيوانات منويه نعمل لك حقن مجهري، ولكن دي اول غلطه. طبعا. ليه؟ ان لازم يتعمل فحص السائل المنوي في مركز متخصص للخصوبة. لأن اللي بيشوف السائل المنوي ده هو الدكتور اللي بيعمل الحقن المجهري. تمام. هو أكتر واحد عارف الحيوان المنوي ده درجة التشوه إيه، أكتر واحد عارف الحيوان المنوي ده يصلح للحقن المجهري ولا ما يصلحش. يبقى لازم تحليل سائل منوي في معمل من معامل الخصوبة زي مثلا المركز بتاعنا. تمام. تمام. دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، هل تحليل سائل منوي بس؟ لا، تحليل سائل منوي يوضح درجة التشوه ويوضح الحركة بشكل كويس، يوضح لي العدد كويس، ونعمل تحليل نسبة تكسير المادة الوراثية اللي هي ايه بقى؟ ان احنا بنفحص قلب الحيوان المنوي. أوكي. قلب الحيوان المنوي ده هو المادة الوراثية اللي موجودة جوه راس الحيوان المنوي، لان هي دي المسؤولة عن ان يحصل تخصيب في البويضة. هي المادة دي هي اللي بتتحد مع المادة الوراثية بتاعت البويضة عشان يحصل تخصيب يتكون الجنين. تمام. المادة دي لو فيها تكسير بنسبة كبيرة يعني المادة دي فاسدة، يبقى هيتكون عندي جنين ضعيف. صحيح. جنين ضعيف يحصل عندي المشاكل اللي احنا بنقولها دي، ان ما يحصلش تخصيب كويس في البويضات، ما يحصلش حمل نهائي او يحصل حمل واجهاض، ما فيش نبض في الجنين، يبقى لازم تحليل سائل منوي في معمل اجنه، ويكون نعمل تحليل نسبه تكسير الماده الوراثيه. لو نقدر نعمل التحليل مفسر بحيث يوضح لي يكون اكيوريت اكتر درجه التشوه في الراس قد ايه، في الديل قد ايه، وده اللي احنا بنعمله عندنا في المركز. تمام. ده اللي يخلينا نحط ايدينا على اول مشكله. الحيوان المنوي ده يصلح للحقن المجهري ولا لا؟ بعد كده نفكر نعالجه ازاي. متهيألي يا دكتور دي من اهم النقط اصلا. صحيح. يعني دي يمكن خطوه في الاول ولكن هي من اهم الحاجات لانها بترتب عليها طريقه العلاج بعد احنا كده. احنا عندنا ناس بتيجي مثلا عامل حقن مجهري 5-6 مرات. صحيح. يعني حرام دافعين مبالغ كتير قوي قوي. انا امبارح شايف راجل طيب كده من بلد عربي، هو جاني من اسبوعين قال انا عامل 5 مرات حقن مجهري وكل مره مفيش تخصيب، تخصيب سيء جدا، يبقى لي جنين ما يبقاش. حرام طبعا. فقلت له طب ما تعمل، ما عملتش التحليل ده ليه؟
يعني محدش قال لي. عملنا التحليل وهو كان ماشي في بروسيس جديده للمره السادسه بتاعت الحقن المجهري. فقلت له، قال لي ده انا ساحب البويضات بتاعت زوجتي يعني يوم الثلاث، يعني احنا جاهزين خلاص. خلاص. قلت له طب ما تعمل التحليل ده. عمل التحليل، طلع فعلا درجه تشوه عاليه، نسبه تكسير الماده الوراثيه المسؤوله عن التقصيب عاليه. قال لي طب انا هعمل ايه؟ قلت له يعني هو الافضل انك ما تعملش. عمل. جاني قال لي ايه بعدها؟ قلت له بقى قول لي بس. قال لي انا زوجتي طلعت 12 بويضه في اليوم الثالث، كلمونا قالوا لنا والله في 4 بويضات، وفي اليوم الخامس لقينا جنين واحد من الدرجه الثانيه ورجعنا الجنين، لان احنا ما قدرناش نرجع، كانت زوجتي واخده العلاجات واخده الابر واخده التنشيط، فدلوقتي انا جاي عشان اتعالج لان انا خلاص عارف. خلاص يعني هو عرف كده بدايه الخيط، او يعني عرف البدايه الصح بالزبط. علشان لما يحصل الحقن المره اللي بعدها. 6 مرات اتعملوا في كام سنه؟ يعني متاخر طبعا، تضييع وقت كتير، متاخر كتير. في حين كان ممكن تتحل ببساطه، وده اللي بنشوفه. يعني هقول لحضرتك على زوج، يعني اخين كان عندهم نفس المشكله، لان دي حاجه بتتكرر في الاخوات كتير. جاني راجل طيب وكان من الصعيد، فالمهم ايه، انا فاكره لغايه دلوقتي لان هو يعني بين اصدقاء، اجاري عامل حقن مجهري اكتر من مره، ومراته اصلا بتحمل طبيعي وتسقط. فجاني قال انا سمعتك بتتكلم عن التحليل، انا جيت عملته في المركز عندك والنتيجه ايه؟ تمام. فجاني فقلت له والله صح كلامك صح، النتيجه فعلا هو التكسير اللي عادي. فقال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له هنشخص الموضوع. بعد الفحوصات عملنا اشعه تلفزيونيه على الخصيتين وتحليل هرمونات، وجدنا ان مشكلته انه عندي دوالي من الدرجه الثانيه. عمل الدوالي 3 شهور، مراته حملت، وبسم الله ما شاء الله عنده بنوته دلوقتي. تالي دكتور الموضوع كمان اكتر من ان هو تضييع وقت، تضييع سنين، تضييع فلوس، بيبقى ضغط نفسي بطريقه مش طبيعيه. يمكن دي النقطه الاهم بجد، قد ايه الناس بتبقى مش حاسه باصحاب المشكله دول، قد ايه عليهم ضغط نفسي من الاهل، من الجيران، من الاصحاب، وبالذات الاهل. يعني يمكن كمان كده في الارياف او في القرى اكتر. ما هو الراجل ده رد فعله كان جميل طبعا، لدرجه ان انا بعد ما زوجته حملت لقيت اخوه داخل عليا. انا عملت التحليل وجيت، ده كله جاي جاهز خلاص يعني. قلت له ماشي. فشفت اخوه، فكان مشكلته مختلفة، مجرد خلل في الهرمونات. فعلا بسم الله ما شاء الله، مجرد ما خد العلاج اتصلحت الحيوانات المنوية وزوجته حملت. يعني رسائل الراجل والله احنا البيت كله بيدعي لك، احنا بقى طبعًا عندنا طبعًا فرح في البيت، عندنا طبعًا احنا 2 اخوات بعد ما كان في مشاكل ابتدت الدنيا تبقى احسن وفرحانين بالاولاد. طبعا فرحة بتبقى فرحة كبيرة جداً يا كبيرة جدا يعني، فرحة لينا. ربنا يا رب يعني ما يحرمش حد ابدا من النعمة دي نعمة فعلا ربنا بيديها لكل الناس، ويمكن يكون يعني فعلا ليها مشاكل او ليها اسباب. ولكن النهارده مع خبرة الدكاترة بتوعنا هنا في مصر وفي الوطن العربي كله، بقوا يعني يمكن من اشطر وامهر الدكاتره على مستوى العالم كله. ما بقيناش النهارده محتاجين ان احنا نسافر بره زي زمان صحيح، علشان ناخد تقنيه حديثه، ناخد الناس جهاز الوقت حديث. الناس دلوقتي فعلا اللي بتيجي عندنا طبعا هادي، ناس من بره فعلا بيلجوا طبعا. ودي ويمكن جدا يا دكتور، يعني لو اتكلمنا بقى من ناحيه تانية ان انتوا كده يعني بتنشطوا الثقافه العلاجيه او الـ يعني الـ 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 العلاج السياحي في مصر، دي حاجه كويسه جدا يعني. الحمد لله. بس هي الفكره الواقعيه اكتر، واللي احنا فعلا ابتدينا نعملها من سنين، وكانت وجهه نظرنا ان نشر المعلومة زي ما بنعمله عندك هنا في القناة، نشر المعلومة الطبية الصحيحة هي اللي بتوعي الناس وتخليه يلجأ للعلاج الصحيح، ويبعد عن الابتزاز ويبعد عن المشي في طريق غلط. الناس يا دكتور النهاردة كمان الثقافة بتاعتها عاليه، بقت بتبحث وبقت بتتفرج وبتفهم وبتعرف مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم غلط. الناس ما بقتش ساذجة زي زمان. المريض يعني بيجي يقول والله أنا جيت أنا شفت الفيديوهات كلها اللي حضرتك عاملها، شفت الريفيوز بتاعت الناس كلها عن حضرتك، شفت طريقة العلاج، أنا اقتنعت ومقتنع إن أنا هتعالج صح. طبعا دي حاجة حلوة جدا النهاردة، حاجة يمكن ياريت كل الناس النهاردة تعملها. دكاترتنا بقوا من أشطر الدكاترة في العالم كله، اسمعوا كلام الدكاترة العلمي، بلاش نسمع كلام صاحب أو كلام جار، لا نسمع كلام من دكتور يكون موثوق فيه، زي طبعا دكاترة مركز مصر اللي دايما بيشرفونا وبينورونا. يعني يمكن هم أثبتوا وجودهم في العالم العربي كله والوطن العربي كله، إن هم بقوا من أشطر الدكاترة الموجودين النهاردة. فكرتنا دكتور جريت مع حضرتك بسرعة، ولكن إن شاء الله
الله اكيد عندنا اسئله كتير وكلام كتير هنكمله مع حضرتك قريب جدا. شرفتنا ونورتنا يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. كان معانا منورنا دكتور ياسين الفقي، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. اتكلمنا النهارده عن مشكله تكرار فشل الحقن المجهري، واتكلمنا كمان عن اول طرق العلاج الصح علشان المشكله تتحل في اسرع وقت وباقل مجهود وبدون اي ضرر نفسي طبعا للناس اللي للاسف بتصاب بامراض او اضرار نفسيه كتيره جدا بسبب المشكله دي. وخلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.